مشاهد مستمرة، وراح نكمل حديثنا بموضوع غزة. ماذا يمكن أن يوقف آلة الحرب الإسرائيلية على غزة؟ يعني أو من يمكن أن يوقف هذه بتراجع هيك الآلة؟ الخطاب الإسرائيلي واللغة الإسرائيلية، بتشوف أنت إنه في سقف عالي انحط ورجعوا عم ينزلوا فيه. قالوا بالدرجة الأولى حرق على رأس نتنياهو، هدفنا إحياء المشروع السابق القديم اللي هو تهجير الغزيين. وإذا بتراقب حضرتك قالوا مش جنوب إلى الشمال المرحلة الأولى، وبالتالي من بعدها نحو رفح. نعم، رح فوت بالجواب وقول بشكل واضح الإسرائيليين وضعوا بالأول سقف عالي مثل العادة. هذا السقف كان إحياء المشروع القديم اللي حكي عنه حسني مبارك، نحن امبارح حطينا صح صوتية، واللي منحكى عنه حتى من سنين أطول وأبعد، وهو تهجير كل الغزيين إلى إلى داخل صحراء سيناء، سيناء. إلى داخل سيناء. وسمعنا امبارح مسؤول إسرائيلي سابق عم بيقول مثل ما قلنا بالحلقة، نعمل لهم خيام مثل ما نعمل خيام للسوريين بلبنان وبتركيا وبالأردن، إفراغ غزة واحتلالها. رجعوا نزلوا من هذا السقف إلى سقف ثاني، وهو تهجير الغزيين من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية، يعني تشيل تقريبا 1,200,000 من جهة إلى جهة. رجعوا نزلوا من هذا السقف إلى سقف آخر، وهو تقليص مساحة غزة، وهو كلام للوزير المنتمي حديثا او ملتحق حديثا بالحكومه ساعر، انه منلحق شقفه من غزه من خضها، بتكون هي شقفه مفصوله او فاصله بين غزه وبين فلسطين. بالرغم القصه بالقلب، لانه في 40 كيلومتر بالعمق لان بغلاف غزه صاروا كلهم جوا فلسطين المحتله بعمق تل ابيب، لانه هربوا نتيجه الاحداث. وهلا رجع نزل يقول اجتياح بري محدود في بعض البقع الجغرافيه. كيف تنتهي هذه الحرب؟ من يوقف هذه الحرب؟ على الأكيد الإسرائيلي يريد أن يعوض هذه الخسارة. هو يرى أنها فرصة لن تتكرر لتنفيذ مشروعه السابق بقضاء على قطاع غزة ودفع الناس نحو سيناء والبحر. الغزيين تمسكوا بأرضهم، المصريين رفضوا الثمن اللي اندفع وهو تسديد جزء من ديون مصر واللي بتوصل لحدود الـ20 مليار دولار، وبالتالي هذا المشروع لم ينجح بعد. نزلوا على المشروع الثاني وهو التوغل البري، وكنا عم نحكي باحتلال بري، صرنا عم نحكي بتوغل بري. لكن هذا التوغل البري كما يسميه الإسرائيليين في نقاش داخل إسرائيل حوله بين وجهتي نظر. الوجهة الأولى عم بتقول استهلاك كل القصف الجوي على غزة، ومن بعد الدخول في هذه المواجهة البرية أو التوغل البري. وهناك فريق آخر يقول إن حركة حماس هجمتنا بحوالي 1400 مقاتل واحتلت أراض ضمن غلاف غزة، هذا ما أعدت له في الهجوم. وهناك أول يوم تقديرات 25 منطقة ومستوطنة، وهناك تقديرات تقول أن ما أعدت له حركة حماس في الدفاع أضعاف مضاعفة، وبالتالي وقت بدهم يفوتوا بالبر رح يكون في كلفة أعلى. وإذا كان صار مقتول 265 جندي إسرائيلي يمكن يصيروا 500 و600. نعم، باختصار بشكل واضح ومباشر، الدبلوماسية مثل ما بيعرفها أحد الكتاب بيقول هي عملية إنك تقول إنك تضحك للكلب بالوقت اللي بتكون عم تجيب حجر لحتى ترمي عليه. نعم، هاي الدبلوماسية منا هي الأساس، لكن هاي الدبلوماسية عندها هدفين. الهدف الأول السماح للإسرائيليين بقتل الفلسطينيين وارتكاب المجازر وتقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دبلوماسيات أخرى من أجل إنزال الإسرائيلي عن هذه الشجرة. بنيامين نتنياهو كان رئيس حكومة بال 2008-2009، بوقتها طلع قال سوف نسحق حركة حماس. 2012 بعملية حجار السجيل نفس الشيء، يعني نتنياهو سائب كان هو كمان رئيس حكومة. وطلع قال لقد آن أوان القضاء على حركة حماس. 2014 العصف المأكول طلع بنيامين نتنياهو هو قال لقد قضينا على 98% من قدرات حماس العسكرية والصاروخية، وتبين منه صحيح. بال 2021 بسيف القدس سمعنا نفس الحكي ونفس الأخبار، وبوقتها كانوا كل الإسرائيليين في حكومة واحدة، ومع هيك كانت النتيجة أن حماس قد بقيت.
يعلم الإسرائيلي أنه غير قادر على رمي الفلسطينيين الغزاويين خارج في البحر القطاع. وسيناء، ويعلم أنه غير قادر على سحق حركة حماس. برأيي بتقديري الشخصي رح يجرب يحول عبر أمرين: الأمر الأول رفع عداد الضحايا الفلسطينيين دون أن يسأل إذا كانوا أطفال أو لا. شايف حجم الدمار هلأ والضحايا؟ لا يقول أنه 7,000 8,000 9,000. والأمر الثاني هو الإسرائيلي يبحث عن مشاهد هوليوودية تعوضه عن ما مني به، بالذات في ملف الأسرى رح يكون واضح. يريد الإسرائيلي أو يسعى الإسرائيلي أو يتمنى الإسرائيلي أن يقوم بعمليات مصورة من أكثر من زاوية لعملية تحرير رهائن، ولهيك كل شبكات التجسس الإسرائيلية داخل غزة تفعل من أجل أمر واحد: أين يوجد الأسرى أو بعض الأسرى، بالذات في المناطق القريبة من إسرائيل أو في المناطق القريبة من البحر، ليكون قادر ينفذ عمليات كوموندوس بحرية لكي يصور أنه يحرر هؤلاء الرهائن لكي يمسح صورة العار. لأن الإسرائيلي واحد من العناوين الأساسية اليوم المطروحة في تل أبيب الرهائن. صح. ومبارح شفنا الأهالي عم يتظاهروا قدام وزارة الدفاع. نعم. وحركة حماس حسنا فعلت بنشر صورة الجندي الإسرائيلي الذي قتل من بين الأسرى، وقالت أن الإسرائيلي استهدف مبنى وقتل هذا الجندي اسمه كذا رقمه كذا وهذه صورته. إذا نعم، الإسرائيليين يضعون أهداف استراتيجية كبرى من ضمن تهجير الفلسطينيين، وهذا الأمر دونه عقبات كثيرة. الأمر الثاني، السقف الثاني، سحق حركة حماس، وهذا الكلام هو ذاته حكينا نتنياهو بال 2008 بالرصاص المصبوب 2014 و2021 ولم يستطع أن ينفذه. السقف الثالث، التوغل البري المحدود للقول أن دخلنا في عمق غزة. والسقف الرابع، مشاهد هوليوودية تمثيلية لتحرير مجموعة من الأسرى. لكنه يخشى من أمر في غاية الأهمية، وهو أن الإسرائيلي يكون محضر الكاميرا بالعكس ويصور كيف فلسطيني. هو الفلسطيني يكون محضر كاميرا بالعكس ويصور كيف هو عم بيصور الإسرائيلي كيف عم بيتقتل هو وعم بجرب مثل ما صار اليوم الأسرى. الأول السبت الماضي. نعم. مثل ما صار فعليا السبت الماضي المعركة في البدايات. ومش بكرة ومش بعد بكرة ومش اللي بعده. أي دبلوماسية قد تنجح في تهدئة الوضع؟ بده عم جربوا يعطوه ثمن للإسرائيلي. عم بقول لك عم جرب يعطوه ثمن للإسرائيلي ليقولوا له خلاص إنه خلصت الحرب. أي بس أي دبلوماسية؟ دبلوماسية الأمريكية، دبلوماسية العرب. لا اليوم دخلت روسيا على الخط، اليوم الصين بدها تبعت موفد للأسف بالأيام المقبلة. للأسف هذه الدبلوماسيات جميعا غير قادرة اليوم على إنهاء الحرب. ولا حتى الصيني؟ ولا حتى حدا في الكون، لسبب بسيط إنه الإسرائيلي اليوم عنده 4,300 بين قتيل وبين جريح وبالتالي وأسير، وبالتالي هو يحتاج إلى ثمن لتعويض هذه الخيبة. قبل ما يبلش يقبض ثمن ما رح يعمل شيء؟ ما رح يقبل يفاوض؟ الثمن غير متاح لأن الفلسطينيين شايفين في فرصة جدية وحقيقية مش للإسرائيلي يهجرهم من غزة، لهن يهجروا من فلسطين المحتلة. وبالتالي نحن اليوم أمام حسابات استراتيجية كبرى، تلك الدبلوماسيات غير قادرة على ذلك، لكن مع الإشارة إلى أن هذه الدبلوماسيات تقوم بوظائف وبأمور جانبية فرعية من الحرب.